وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى توضيحات لم يسعفني الوقت كي أكمل الكلام فيها. حدثتكم عن خمس من تلك التوضيحات. سأكمل ما بقي من كلام عندي بخصوص هذه التوضيحات حتى انتقل الى انموذج جديد من نماذج التحريف الصارخ سوره البقره المصحف الشريف بين يدي سوره البقره الآيات التي تتحدث عن واقعة جالوت وطالوت، ولا أريد أن أحدثكم عنها، والتي استطاع فيها جيش طالوت مع قلة العدد استطاع جيش طالوت ان ينتصر وان يتغلب على جيش جالوت برغم كل تلك القوه الهائله التي كان يمتلكها جالوت وجيشه هذه الواقعه بكل تفاصيلها هي صوره تطبيقيه لقانون يحدثنا القرآن عنه انه قانون التدافع سنه إلهيه ثابته في هذا التكوين وحتى في التشريع التدافع في كل شيء التدافع فيما بين الأولياء هناك تدافع ولكن بحسب الأولياء التدافع فيما بين الأعداء مثلما يقول إمامنا السجاد في الدعاء لأهل الثغور وهو يدعو على المشركين اللهم اشغل المشركين بالمشركين هذا تدافع فيما بين الاعداء هناك تدافع فيما بين الاولياء وهناك تدافع فيما بين الاولياء والاعداء هناك تدافع في حياه كل شخص منا حتى على المستوى التكويني ما يأخذه الجسم من المنافع من طعامه وشرابه وما يدفعه مما يكون مضرا له وهذا مصداق من مصادق قانون التدافع قانون كلي في كل انحاء التكوين وفي كل انحاء التشريع في الايه الحاديه والخمسين بعد المئتين بعد البسمله من سوره البقره في نهايه واقعه جالوت وطالوت فهزموهم باذن الله الطالوتيون هزموا الجالوتيين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت داود كان فتى صغيرا لم يكن كبيرا كان فتى صغيرا معجزة ذكرتها الروايات فداود كان يرعى أغنام أهله كان صغيراً الا انه كان ماهرا باستعمال المقلاع ولا غرابه ان يعرف عن الفتيان الفلسطينيين في فلسطين ان تعرف عنهم أنهم ماهرون في استعمال المقلاع إلى يومنا هذا على أي حال داود كان ماهرا في استعمال المقلاع وهو راجع راجع بأغنامه إلى بيت أهله وإذا بأحجار تكلمه أن خذنا معك خذنا معك واحتفظ بنا فاخذ داود تلك الاحجار ولقد قتل جالوت بحجر من هذه الاحجار القصه مفصله في الروايات فقد وضع الحجر في قلب المقلاع ووجهه الى راس جالوت وكان جالوت ممتطيا فيلا فيلا كبيرا وعلى راسه غطاء وفي وسط ذلك الغطاء هناك دره براقه فوجه الحجر الى تلك الجوهره في غطاء راس جالوت الايه تتحدث عن هذا الواقعه جميله بتفاصيلها المقام ليس منعقدا للحديث عن تفاصيل هذه الواقعه فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك من بعد طالوت من بعد ما انتهى حكم طالوت والا فان الملك كان طالوتا وداود كان صغيرا ولكن بعد ان شب وكبر صار ملكا على بني اسرائيل من بعد طالوت فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا هنا ياتي بيان قانون التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الايه ما تحدثت عن الاعداء او عن الاولياء او عن الاعداء والاولياء تحدثت عن الناس جميعا فان التدافع موجود في وسط كل اسره بحسبها. وإن التدافع موجود بين كل صديقين بحسبهما. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا هو القانون الذي يحفظ الاستقرار في مسيره الحياه بالضبط كقانون المد والجزر ما هو تدافع القمر وهو يتحرك حول نفسه وحول الارض تاثيرات المجال المغناطيسي فيما بين القمر والأرض هو هذا الذي يؤثر على مد البحار وجزرها لولا هذا التدافع في مياه البحار التي تغطي أكثر اليابسة بالنسبة لكوكبنا الأرضي المياه تغطي أكثر اليابسة اليابسة ما هي بيابسة في جوفها ماء المياه الجوفية وعلى سطحها بحيرات وأهوار وأنهار وعيون وجداول وسواقي الماء في كل مكان الماء في كل مكان لكنه يغطي تماما اكثر الارض لو تعفن هذا الماء هل يستطيع الانسان ان يعيش هل تستطيع الحيوانات ان تعيش هل يبقى جو نظيف اساسا هذا الماء يحتاج الى عمليه تؤدي الى تنظيفه والى بقاء حيويته عمليه التنظيف وبقاء الحيويه في هذا الماء عبر عمليه التدافع ما بين المد والجزر نحن حياتنا تحتاج الى مد وجزر وهل يستشعر الانسان طعم الحياه من دون المد والجزر من دون المرض ومن دون الخوف ومن دون الفقر ومن دون الضيق ومن دون الكوابيس في احلامنا ومن دون الخصام فيما بين القريب والبعيد ومع القريب والبعيد من دون كل ذلك لن تكون هناك حياه حقيقيه الحياه الحقيقيه تتحرك بين هذه العناوين بين المرض والصحه بين الحاجه والاستغناء بين الخوف والامن بين الحبس والحريه بين الصغر والكبر بين الشباب والهرم بين وبين وبين هناك تدافع التدافع في كل الجهات ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين في سوره الحج يتجلى المعنى في الايات بصوره اوضح في شاشه اوسع انها الايه الثامنه والثلاثون بعد البسمله وما بعدها ان الله يدافع عن الذين امنوا وان الله يدافع ايضا عن الذين كفروا لكن الدفاع عن الذين آمنوا يختلف عن الدفاع عن الذين كفروا لو أن الله لم يدافع عن الذين كفروا هل يبقون على وجه الحياة يا من يعطي من سأله في أدعية شهر رجب عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا من يعطي من ساله يا من يعطي من لم يساله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه يا من يعطي من ساله وهذا الذي يساله قد يعرفه وقد لا يعرفه يا من يعطي من ساله هناك سائل يسأل الله وهو لا يعرف الله لأنه عاصم طواغيت الأرض عندما يحتاجون الله يتوجهون إلى الله في التأريخ وفي يومنا الحاضر حتى الذين قالوا نحن آلهة حينما يشتد عليهم الخط يتوجهون إلى الله يتوجهون إلى الله برغم انافهم برغم انافهم ليس هناك من جهه تتوجه اليها الكائنات الا هو الا هو الطواغيت عبر التاريخ وفي زماننا المتكبرون والضعفاء والصغار الجميع يتوجهون إليه يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا يبرمه إلحاح الملحي هذه أدعية العطرة هكذا ثقفتنا يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من يعطي من ساله قد يكون عارفا به وقد لا يكون عارفا به قد يكون متكبرا على الله ولكنه مضطر ان يساله يا من يعطي من ساله يا من يعطي من لم يساله ومن لم يعرفه ليس هناك من سؤال ولا معرفه ولكن العطاء مستمر يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه هذا هو الذي قصدته من ان الله يدافع عن الذين كفروا مثلما يدافع عن الذين امنوا ولكن الدفاع عن الذين امنوا بحسبهم بحسب علاقتهم بالله وكذلك الدفاع عن الذين كفروا بحسبهم بحسب علاقتهم بالله ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. هذه الايه فيها ايقاع عجيب فيها ايقاع عجيب لانها تمثل مرحله انتقال في حياه رسول الله صلى الله عليه واله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ايقاع غريب وان الله على نصرهم لقدير هناك شيء في اول الايه نغمه تلامس القلوب ونغمه في اخر الايه تلامس القلوب بطريقه اخرى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا لوحه لا ادري كيف اصفها وكيف الونها باي لون من الوان اساليب التعبير الادبي اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا كل هذا يجري ضمن قانون التدافع اخراجهم من ديارهم هو جزء من قانون التدافع ظاهره الم لكن باطنه النصر هذا هو قانون التدافع والذي يعمل به إمام زماننا من هو الولي الأعظم الذي يشرف على هذه القوانين؟ إنه الحجة بن الحسن هكذا نخاطبهم صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم كل شيء ذل لولايتهم لكن ذلك عبر حكمه عبر سلسله من القوانين ابتداء من القانون الاشمل من قانون البداء وانتهاء بالقوانين الصغيره التي تتفرع عن قانون التوفيق والخذلان بحق كل شخص على وجه هذه الارض حتى الحيوانات خاضعه انها امم امثالنا القران هكذا وصف الحيوانات الحيوانات امم امثالنا ولكن بحسبها الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الآية السابقة تحدثت عن الناس. لا تحدثت عن الأولياء ولا تحدثت عن الأعداء. هذا قانون شامل للجميع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعه. وبيع وصلوات ومساجد الصوامع والبيع والصلوات دور عبادة للاديان الاخرى المساجد دور عبادة لامه محمد صلى الله عليه واله اما الصوامع والبيع والصلوات دور عبادة للاديان الاخرى للاديان الاخرى من الاديان السماويه وحتى من الاديان الارضيه التدافع قائم في كل هذه الجهات جهه في هذا التدافع لاستمرار الحياه وهنا يتساوى حق الجميع في الحياه ان كانوا على الهدى او كانوا على الضلال تلك هي رحمه الله تلك هي رحمة الله. وهناك جهة في التدافع تخص المخلصين والمخلصين التي تقودهم إلى عواقب الحسنى في أمورهم بغض النظر عن الصورة التي يخرجون فيها من الدنيا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. هذا خاص بالمخلصين وهذه النصره صورها متنوعه. ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز قد تكون نصرة حسية مرئية للجميع في حرب او في سلم وقد تكون نصرة تتجلى في عاقبة امر هذا المجتمع او في امر هذا الانسان الفرد او قد تكون نصرة لا يستشعرها الا صاحبها في داخله. النصره لها مصادق كثيره. ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز الذين الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو قانون التدافع الذي يتحرك فيه برنامج إمامنا الحجة ابن الحسن في زمان الغيبة أو في زمان الظهور. وحديثنا عن زمان الغيبة لأننا نعيش في هذا الزمان. فما يجري على خشبه مسرح الاحداث وما يجري في كواليس المسرح من مجريات وما يجري وراء الكواليس كل هذا تطبيقات لقانون التدافع ماذا يجري في كواليس قانون التدافع الأحداث في كواليسها هناك قانون التدافع في كواليس قانون التدافع ماذا يحدث؟ نذهب إلى فاصل سورة النمل تخبرنا عن الذي يجري في كواليس قانون التدافع الآية الخمسون بعد البسملة وما بعدها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا هذا يجري على خشبة المسرح الآيات في سياق قصه قوم ثمود وكيف خططوا للقضاء على نبيهم وماذا فعلوا بناقه صالح وماذا جرى وجرى عليهم ومكروا مكرا هذا مكرهم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ما الذي جرى؟ أنا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون نهاية مكر الله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا تطبيق قانون التدافع بحق الأولياء ولكن عبرة المكر الالهي قانون المكر يقع في كواليس قانون التدافع الكبير دققوا النظر في هذه الايات ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون تفاصيل مكرهم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه عمل في الخفاء. أمر يدبر ويخطط وينفذ في ليل في ليلة ظلماء. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. نقضي عليه وعلى أهله ثم لنقولن لوليه. ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون في سوره ال عمران الحديث عن عيسى المسيح في الايه الرابعه والخمسين بعد البسمله وما بعدها ومكروا اليهود والرومان ومكروا ومكروا, ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. مكروا بعيسى ولكن الذي حدث ان الله رفع عيسى وان الذي وقع عليه الصلب والقتل شخص اخر بحسب عقيدتنا لا بحسب عقيده المسيحيين انا اتحدث عن قراننا فعيسى رفعه الله وسيعود الى الارض واولئك الذين تصوروا انهم قتلوه خططوا لقتله ذهبوا في ضلالهم بعيدا انهم مسخره الملائكه تضحك عليهم لقد صلبوا شخصا اخر البرنامج الذي يريده الله طبقه الله وبرنامجهم لم يطبق والذي صلب هو اختار هذه التضحيه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا الى اخر ما جاء في الآية الكريمة. في سورة الأنفال. في الآية الثلاثين بعد البسملة: "وإذ يمكر بك الذين كفروا" الحديث عن رسول الله. مر الحديث عن صالح النبي ومر الحديث عن عيسى المسيح وهذا هو الحديث عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلام على المرسلين واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ارادوا حبسه او يقتلوك او يخرجوك فانهم كانوا يفكرون بهذه الخيارات اما ان يسجنوا المصطفى واما ان يقتلوه واما ان يخرجوه من مكه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ولكن الله مكر بطريقه اخرى ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لقد خرج ولكن بحسب ما هو يريد، ولقد خرج إلى القوة والغلبة والنصر والفتح، إنها هجرة محمد، هجرة محمد صلى الله عليه وآله هجرة الخير والهدى والظفر والنصر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 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 ويمكر الله والله خير الماكرين. زبدة القول في الآيات الأخيرة من سورة الطارق من الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إلى آخر السورة إنهم يكيدون كيدا على اختلاف اتجاهاتهم إنهم يكيدون كيدا ولكن ماذا يقابل هذا؟ واكيد كيدا. هناك فارق بين الكيدين. كيدهم مستعجل، اما كيده سبحانه وتعالى ليس كيدا مستعجلا. لماذا؟ فإنه لا يخاف الفوت الذي يخاف الفوت وهذا الذي يكون مستعجلا ويكون كيده كيدا مستعجلا فإنه سبحانه وتعالى لا يخاف الفوت مثل ما نقرأ في أدعيتهم الشريفة هو لا يخاف الفوت ولا يمكن الفرار من حكومته. إلى أين يكون الفرار؟ إلى أين؟ ففروا إلى الله، الفرار إلى الله. عجيب أمر الله. إذا أردنا الفرار من الله فإنه فرار إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا. لا يمكن الفرار من حكومته انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ماذا تقول الايه الاخيره كل الحكمه هنا وكل الصيد في جوف الفرى كما يقول رسول الله صلى الله عليه واله هذه كلمه مشهوره لكنها لرسول الله هناك من يتصور من انها مثل من امثال العرب هذه كلمه لرسول الله وكل الصيد في جوف الفراء انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا كيده ما هو بكيد مستعجل فمهل الكافرين مهلهم امهلهم رويدا عواقب الامر ستتجلى بعد ذلك برنامج الغيبه هو هذا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إنها الصفحة التاسعة بعد الخمسمائة انه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول ان لصاحب هذا الامر الحديث عن امام زماننا صلوات الله عليه ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها لا بد منها والحديث هنا عن الغيبه الثانيه الغيبه الاولى مقدمه غيبه البلايا وغيبه الفتن هي الغيبه الثانيه اذا ما قصدت الغيبه الاولى فان الامر عرضي كل الكلام موجه الى الغيبه الثانيه ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل كل مبطل من الشيعه موضوع الغيبه لا علاقه لليهود به ولا علاقه للبوذيين ولا علاقه للسنه ايضا به موضوع الغيبه موضوع خاص بالشيعه المبطلون هنا المبطلون من الشيعه ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت ولم جعلت فداك عبد الله بن الفضل الهاشمي يسأل صادقة صلوات الله عليه بعد أن سمع هذا الكلام ولما جعلت فداك قال لأمر ولما الهاشمي هذا يقول لما كل هذا لما الغيبة ولماذا يقع ما يقع فيها لما كل هذا ولما جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قطعا هناك روايات وأحاديث تحدثت عن الحكمة من الغيبة لكنها تحدثت عن وجوه من وجوه الحكمة عن جهات من جهات الحكمة الإمام يتحدث هنا عن جوهر الحكمة في برنامج الغيبة قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول قلت فما وجه الحكمة في غيبته قال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، لقد عاش الأنبياء غيبة كل نبي بحسبه نبينا صلى الله عليه وآله عاش غيبة بدرجة وأخرى عاش غيبة حينما كان موجودا في مكة قبل بعثته لكنه كان يبتعد عن خشبه المسرح في اغلب الاوقات ليس موجودا على خشبه مسرح الاحداث وكان يعتزل بين الفتره والاخرى في الجبال حينما يذهب إلى الغار كان يعتزل في غار حراء وهذه قضية معروفة في تأريخ نبينا صلى الله عليه وآله الأمر هو هو بالنسبة للأنبياء البيان هنا إجمالي فالإمام الصادق قال لعبد الله بن الفضل الهاشمي وهو يحدثه عن عله الغيبه وعن حكمتها من ان الامر سيبقى مستورا لانه لم يؤذن لنا في كشفه لكم فسال عن وجه اجمالي قلت فما وجه الحكمه في غيبته عن وجه اجمالي قال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره وهذا الامر جرى في حياه ائمتنا هناك مقاطع زمنيه ائمتنا صلوات الله عليهم ابتعدوا عن مسرح الاحداث تارة بتخطيط منهم واخرى الظروف القهرية مثل ما جرى على امامنا الجواد تحت سلطة العباسيين، ومثل ما جرى على امامنا الهادي تحت سلطة العباسيين، ومثل ما جرى على امامنا الحسن العسكري تحت سلطة العباسيين، لان العباسيين حاولوا بقدر ما يستطيعون ان يحجبوا الامام الجواد والامام الهادي والامام الحسن العسكري عن شيعتهم وعن الناس عموما بقدر ما يستطيعون. قال وجه الحكمه في غيبته وجه الحكمه في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره ان وجه الحكمه في ذلك لا ينكشف الا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمه فيما اتاه الخضر من خرق السفينه وقتل الغلام واقامه الجدار لموسى الى وقت افتراقهما. الامام جاء بهذه الواقعه مثالا تقريبيا فمثلما لم تكن الحكمه واضحه لموسى في هذه الوقائع التي تحدث القران عنها من خرق السفينه وقتل الغلام واقامه الجدار وانما بين الخضر سلام على الخضر بين الخضر لموسى الحكمه من كل ما فعله عند لحظة الافتراق. يا ابن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله تعالى وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا انه عز وجل حكيم صدقنا بان افعاله كلها حكمه وان كان وجهها غير منكشف اضرب لكم مثالا تقريبيا وهو مثال مقرب من وجه لانه ما هو بمثال حقيقي ومبعد من وجوه كثيره الموضوع الذي حدثتكم عنه في حلقه يوم امس من ان البرنامج زمان الغيبه الكبرى بالدرجه الاولى يجب على الشيعه ان ينشئوا مجتمعا منشودا اهدافه التمهيد للمشروع المهدوي بحسب برنامج الصحيفه السجاديه ورساله الحقوق وسائر التفاصيل الاخرى التي وردت عن ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لم يتحقق هذا الامر لكن الموضوع هذا لم يطرحه احد اول شخص طرحه هذا التلميذ الصغير والقليل والقليل جدا هذا التلميذ الذي لا قيمة له من تلاميذ مدرسة العترة فأنا لا أنتمي لا إلى مدرسة سقيفة بني ساعدة ولا أنتمي ولا يشرفني أن أنتمي إلى مدرسة سقيفه بني طوسي كنت جزءا منها فيما مر من الايام لكنني ابصق على كل شيء تعلمته في تلك المدرسه القذره اتحدث عن حوزه الطوسيين اللعناء انا تلميذ صغير على حاشية التلمذة في مدرسة العترة الطاهرة فمثلما بينت لكم هذا الأمر الذي كان خفيا عنكم وهو يمثل جانبا وجزءا من وجه من وجوه حكمة الغيبة الثانية انما انقطع زمان السفراء فلو كان ممتدا فان المجال لن يكون مفسوحا للشيعة ان يحققوا المجتمع المنشود لكن اللعناء من الذين يقولون نحن مراجع هم الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين برامج ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تستغربون من هذا المنطق هذا لا قيمه له بالقياس للذي سيتضح عند ظهور إمام زماننا أقولها لكم الثقافة التي تطرح عبر قناة القمر تراب متواضع بل وضيع ولكن على الذين يبحثون عن دين العترة ليس لهم من وسيلة للتطهر إلا هذا التراب تيمموا تيمموا بهذا التراب بانتظار الطوفان الاعظم. لا اتحدث عن طوفان هلاك، انني اتحدث عن طوفان طهر وعدل وسعاده، اتحدث عن طوفان الحجه ابن الحسن، حيث ستنهمر المياه ستنهمر متدفقة غيداقة سيكون ماء صافيا نقيا حينئذ فاشربوا حينئذ فاستحموا وتنظفوا حينئذ فاغتسلوا وتطهروا وتوضؤوا هناك ستتضح الحقائق، إلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الحكمة ستتضح عند ظهوره الشريف، هذا الذي أحدثكم به وأحدثكم عنه ترابٌ، ترابٌ، ترابٌ متواضعٌ ووضيع ووضيع من حواشي جدران مدرسة العترة الطاهرة أين الحسن أين الحسن هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين الحسن إنه الحسن المجتبى صلوات الله عليه أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صادق بعد صادق، هؤلاء هم الصادقون الذين أمرنا الله أن نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أين الحسن؟ اين الحسين اين ابناء الحسين صادق بعد صادق اين انتم سادتي اين السبيل بعد السبيل اين الشموس الطالعه اين الاقمار المنيره اين انت يا بقيه الله اين انت يا حجه الله اين انت يا ابن رسول الله نحن في الانتظار وسنبقى في الانتظار اجئتنا ام جاءنا الموت فاننا باقون بالانتظار يا غايه امالنا نذهب الى فاصل